هناخد رقم artificial feeding الكلام ده في منتهى الأهمية. إزاي تعمل بروجرام لطفل هترضعه صناعي؟ هنتكلم كلام بقى بنفهمه مع بعض شوية. الألبان اللي احنا عمالين ناخدها هنبدأ دلوقتي. أنت دكتور قاعد في عيادتك، الأم جايلك تقول لك يا دكتور أنا مش عارف أرضع طبيعي، شوف لي بقى لبن صناعي وعرفني إزاي أرضع بيه البيبي بتاعي. هتمر بأربع مراحل مش هكررهم. المرحلة رقم واحد، حدد نوع اللبن اللي أنت هتديه للأم. على حسب إيه؟ على حسب الطفل بتاعها ده، نوع اللبن اللي احنا هنديه للطفل، معذرة، على حسب نوع المشكلة اللي موجودة عند الطفل. هل الطفل ده هيلثي ولا الطفل ده عيان؟ لو الطفل ده هيلثي يبقى هنديله وان اوف ذا هيومنايزد فورمولا، سواء كان هيبقى درايد باودر ميلك وده الزبيب، او كان انيمال ميلك وعملنا له هيومنايزيشن وده ليس فيفرد ما بنحبوش. ده لو كان هيلثي. نفترض ان الطفل مش هيلثي، عيان، عيان عنده ايه؟ فينال كيتونوريا، يبقى هديله فينال الانين فري ميلك. لاكتوز انتولرانس، هديله لاكتوز فري ميلك. عنده بريزيستنت دايريا، بري دايجستد فورمولا. الرجي، هديله هايبو الرجينيك ميلك. يبقى النوع المرحله الاولانيه ديسايد ذا تايب اوف ميلك اكوردنج تو ظروف الطفل ايه هي بالظبط. لو كان الطفل سليم وكويس زي ما مكتوب عند حضرتك يبقى وان اوف ذا هيومنايزد فورمولا، سواء كان الدراي باودر دي ميلك وده الموست فيفرد، او كان هيومنايزد فريش فلويد انيمال ميلك وده ليس فيفرد. النقطه رقم 2، حدد كميه اللبن اللي الطفل محتاجها في اليوم. عندنا طريقتين نحسب بيها كميه اللبن اللي المفروض الطفل ياخدها. طريقه اسمها طريقه الايدج ميثود، وطريقه اسمها الويت ميثود. الويت ميثود لها احيانا اسم تاني اسمها كالوريك ميثود. الايدج ميثود لا تصلح الا للطفل الهيلثي فقط، ولازم يكون فول تيرم. ما ينفعش يكون طفل عيان وما ينفعش يكون طفل بريماتيور، ما تنفعش الطريقه دي خالص. لازم يبقى هيلثي فول تيرم، كامل النمو والولد هيلثي ما عندوش اي مشكله. الكالوريك ميثود مور اكيوريت عن الايدج ميثود، اكثر دقه، وكمان اللذيذ اللي فيها انها تنفع للطفل الهيلثي والديزيز، تنفع للاثنين. الايدج ميثود ما فيش اسهل من كده. بنجيب عمر الطفل لو كان ايام نضربه في 10 مباشره، يديك كميه اللبن في الرضعه. الولد مثلا عمره 5 ايام، يبقى 5 في 10 يبقى المفروض ياخد في الرضعه 50 مللي. 6 ايام، 6 في 10 60 مللي في الرضعه. لو كان الطفل عمره اسابيع، اضرب الايدج ان ويكس في 10 زائد 70. الولد عمره اسبوعين، يبقى 2 في 10 20 زائد 70، يبقى ياخد 90 مللي في الرضعه. لو كان الطفل عمره شهور، هنضرب الايدج ان مانثس في 10 زائد 100. الولد عمره 3 شهور، يبقى 3 في 10 في 30 زائد 100 يبقى 130 مللي في الرضعه. سهله القصه دي. ايدج ميثود هيلث فول تيرم، بتاخد عمر الطفل سواء كان ايام او اسابيع او شهور. فلو ايام بنضرب في 10 مباشره، اسابيع نزود 70، شهور نزود 100. خد بالك ان الايدج ميثود بتديك كميه اللبن بير فيد في الرضعه الواحده، في الرضعه الواحده مش الكميه التوتال في اليوم كله. الكالوريك ميثود تنفع للطفل الهيلث والديزيز، اتس مور اكيوريت، ودي على فكره اللي بيعتد بها في كل دول العالم وفي كل المستشفيات المحترمه، هي بيعتمدوا على الكالوريك ميثود او الويت ميثود. فكرتها ايه؟ فكرتها ان الطفل في السنه الاولانيه، الطفل الطبيعي الطبيعي بيحتاج في السنه الاولانيه 110 كالوري بير كيج. وانا من معلوماتي ان كل 100 مل لبن بيدونا كام كالوري؟ 67 كالوري. متهيألي ان انا لو ضربت وزن الطفل في ال 110 كالوري هيديك التوتال كالوريز، صح؟ اللي هو محتاجها في اليوم. التوتال كالوريز دي من معرفتي لان كل 100 مل لبن بتديك 67 كالوري، اقدر اعمل معادله واطلع كميه التوتال اماونت اوف ميلك اللي احنا محتاجينها في اليوم. وسطين في طرفين. كل 100 مل لبن بيدي 67 كالوري. طب الواد عايز كام كالوري في اليوم؟ عايز قد كده كالوري. اقدر انا احولها للبن بقى بالمعادله. هتمشي ازاي المعادله بقى؟ انت ظبطها انت بقى. الطريقه دي اشيك واقوى واحسن. وزي ما قلت لك انها تنفع للطفل الديزيز كمان. هناخد ان شاء الله في المال نيوتريشن ان في اطفال عندهم امراض سوء تغذيه
بيحتاجوا في بداية التغذية بتاعتهم ياخد 80 كالوري بير كيج، اضعاف في كمية اللبن. طفل عنده مرازمس، سيفير مرازمس، بيوصل الكالوريز ريكويرمنت بتاعته من 150 ل 220 كالوري بير كيج بير داي، كمية الكالوريز عالية. يبقى اقدر انا اضرب برضو واطلع كمية اللبن الايه الكبيرة. هنا احنا بنحسب التوتال اماونت اوف ميلك بير داي، مطلوب ان حضرتك تقسمها الى رضعات بقى. لو طلع مثلا 1000 سي سي، قسمه انت بقى على 5 رضعات او على 6 رضعات، انت تعرف الرضعه الواحده الولد هياخد ايه؟ هياخد قد ايه؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى المرحله رقم 2 احسب كميه اللبن، مره حسبناها برفيد في الايدج ميثود للطفل الهيلث فول تيرم، ومره حسبناها توتال اماونت اوف ميلك بالطريقه المور اكيوريت اللي هي طريقه الكالوريك ميثود او الويت ميثود. الحاجه الثالثه، الولد هياخد كام رضعه في اليوم؟ هياخد كام رضعه في اليوم؟ بنقسم السنه لثلاث تلات. التلت الاولاني ياخد رضعه كل ساعتين لثلاث ساعات. التلت التاني من السنه الاولانيه ياخد رضعه كل اربع ساعات. التلت الثالث ياخد رضعه كل خمس ساعات. ولو جيت تحسبها، لا يعني كل ساعتين لثلاث ساعات، يعني تقريبا ياخد في اليوم كام؟ ياخد سته. في التلت الثاني تقريبا ياخد خمس رضعات، في التلت الثالث ياخد تقريبا اربع رضعات، يبقى سته خمسه اربعه وانت نازل. واضح ان احنا بنقلل كميه الرضعات اللي الطفل بياخدها كل ما الطفل بيكبر، لان هيوصل لنا ان الولد بعد ست شهور هيدخل لنا ترم جديد اسمه ويننج، هيبدا الولد ياكل ويعتمد على حاجات ثانيه غير لبن، اللبن الفورمال او لبن الام اللي هو بياخده، وبالتالي ده يفسر لك ليه احنا بنبعد ما بين الرضعات وما بين بعضها كل ما الطفل بيكبر. انت بتضطر انك انت تعمل كده لان الولد فيه وجبات اخرى هياخدها غير اللبن في النص. نوع اللبن اللي انت هتستخدمه لسه زي ما انا لسه قايل لكم دلوقتي، نوع اللبن اللي احنا بنستخدمه، لو دراي باودرد ميلك له طريقه للتحضير، لو هيومنايز لو فريش فليود انيمال ميلك له طريقه ثانيه للتحضير. الدراي باودرد ميلك خدناها قبل كده على حسب الالبان دي، لو البان اوروبيه بنجيب المكيال على 30 سم ميه سبق غليه. المكيال ده تقريبا بيبقى فيه 4 جرام. لو كان اللبن ده لبن امريكي اللي هو بدا بحرف الاس زي السيميلاك والاس 26 والحاجات دي، هنا بيبقى المكيال عميق شويه او كبير شويه، فبنحط المكيال على 60 سم او على 8 جرام ميجر. بنحطه على 60 سم ميه لو كان الايه المكيال كبير. الفريش فلويد انيمال ميلك احنا خدنا الهيومنايزيشن بتاعه قبل كده، لما قلنا احنا بنضيف 2 ل1 ثم 3 ل1 وبعد كده بعد 6 شهور بياخده زي ما هو. فاكرين القصه بتاعت محاوله الهيومنايزيشن، لكن احنا متفقين اصلا مع بعض ان الفريش فلويد انيمال ميلك شود بي بوستبوند لما بعد سن سنه. ده يا جماعه برافو في ارتفيشال فيدنج، وبيجي في الامتحانات في صوره مساله. هيجيب لك طفل، يجيب لك الطفل ده هيلثي او ديزيز، يقول لك الولد ده عايز كالوريز قد كده، او من معلوماتك في النيوتريشن الطفل بيحتاج كالوريز قد كده، يقول لك لو سمحت احسب لنا بقى الولد ده عايز كميه لبن قد ايه، واعمل له بروجرام اوف فيدنج. ماشي؟ زي ما انت هتنصح الام انها ترضع طبيعي، افترض الام عندها مشكله ومش عارفه ترضع طبيعي، يبقى لازم تبقى عارف ازاي ترضع الطفل ده صناعي. نيجي للحاجه الجديده، وهنا نكتب جنبها دكتور محمد نجيب. اكثر واحد يسالك في الويننج هو الدكتور محمد نجيب. استاذ النيوتريشن. ايه المقصود بكلمه ويننج؟ ويننج يعني الفطام. ويننج معناها introduction of solid and semi-solid food besides breast milk، besides breast milk او besides formula. طفل بيرضع لبن سواء كان لبن الام او بيرضع لبن فورمولا، احنا هندخل من بره لبن، هندخل من بره اكل سيمي سوليد اند سوليد، حاجات يا اما حاجات سيمي سوليد زي الشوربه وعصير وشوربه الخضار والرز بالشوربه والحاجات دي اللي هي سائله، او سوليد فودز بقى الحاجات النواشف. كلمه ويننج يا جماعه لازم تبقى انت عارف انها مش انك انت تقطع لبن الام كله مره واحده وانك تدي اكل من بره. هو الناس كلهم فاهمين ان هو ده مقصود الويننج. مقصود الويننج هو إضافة ودخول أكلات أخرى غير اللبن اللي الطفل بياخده، سواء كان اللبن ده لبن الأم أو لبن فورمولا هو بياخدها. مجرد ما يدخل يبقى الولد بدأ الويننج دلوقتي. الويننج ده هو مرحلة وليس إيه حدث بيحصل في يوم، ده مرحلة بتستمر لفترة طويلة. الترم الجديد في الكتب الجديدة كلها يقول لك إحنا بنفضل كلمة كومبلمنتري فيدز عن كلمة ويننج. أصل كلمة ويننج دي هي برضو معلش لما ويننج يعني إن أنت قطعت حاجة، فطمت حد من حاجه معينه يبقى خلاص، لكن هو الواقع ما بيحصلش كده، ده احنا بنعمل اوفرلاب ما بين اللبن اللي الطفل بيرضعه وما بين اكلات بنديها للطفل من بره. الفاليوز بتاعت الويننج، هل ينفع طفل يا جماعه يتنيه عايش طول عمره على البريست ميلك او على اللبن الفورمولا؟ ما ينفعش. لان لا الكالوريز
ولا المينرال ولا الفيتامين كونتنت اللي موجود في اللبن هيفي باحتياجات الطفل اللي عمال يكبر. فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعمل ويننج تو انكريز انرجي مينرال اند فيتامين دينستي اوف ذا فورم اوف ذا فيد بتاع اوف ذا دايت بتاعه الطفل علشان تو ماتش الريكويرمنت المتزايده اللي الطفل بيبقى محتاجها اللي اللبن ما يقدرش يفولفيل ات. الولد محتاج كالوري ومحتاج طاقه، محتاج كالوري ومحتاج انرجي، محتاج انرجي ومحتاج مينرالز وفيتامينز علشان ينمو كويس. اللبن مش هيقدر يفيله بالاحتياجات دي، فلازم ادي حاجات من بره تقدر تفي بهذه الاحتياجات. ده الهدف الاساسي من الويننج. الثلاث اهداف اللي جايين من الويننج دول يعني ايه؟ بيقول لك انه بيعمل علاقه كويسه ما بين الطفل وما بين الكيررز بتاعه. علاقه كويسه ما بين الطفل وما بين مامته وما بين الطفل وما بين باباه او اللي قاعد معاه، بيعمل علاقه سوشيال كويسه. الحاجه الثالثه بيعمل تريننج للجي اي تي بتاعه الطفل. الولد ده بعد كده مصدر رزقه هيبقى الجي اي تي بتاعته، فبيعمل لها تريننج، بنعوده بقى ونعوده على استخدام الكاب اند سبون، ازاي بقى ان هو يستخدم الحاجات اللي ايه، الكوبايه، المعلقه، الطبق، لازم يتعود. النقطه الاخيره من الويننج ان هو بينكرج حركه الطنج وحركه المندبل ان بريبريشن تو سبيتش. يعني الولد ده لما يبدا ايه يلعب لسانه على الاكل، يلعب المندبل بتاعه مره يمضغ الناحيه دي ومره يمضغ الناحيه دي الناحيه الثانيه، واخدين بال حضراتكم؟ هنا يبدا ايه المنطقه بتاعت السبيتش سيستم ده اللي هو الاكسكيوتيف سيستم بتاع السبيتش يبدا يتعود. فالطفل هو هيبدا مرحله السبيتش حتى مع بدايه الويننج، مظبوط كده، على سن على سن سنه. الجايد لاينز فور ويننج عملتها ال WHO في 2005 وعملتها الامريكان اكاديمي اوف بيدياتكس في 2007، ودي احدث جايد لاينز بخصوص الويننج عشان ما حدش يدور بره كتير. ولو دخلت على النت هينزل لك الكلام اللي قدام حضرتك ده. بقول لحضرتك الاتي، احنا كنا زمان بنقول، وهتلاقي بقى الدكاتره اللي انتم معجبين بيهم بيقولوا لكم وعاملين ورق في عياداتهم بيقول لك ان الويننج الطفل من اول شهرين نبدا ناكله. الكلام ده مش صحيح، ده الكلام ده اتلغى كذا مره. بعد شويه قالوا لك لا، ده احنا هنخلي الطفل، يعني جم من ثلاث سنين كده قال لك لا احنا الولد ده نرضعه لبن الام لوحده اكسكلوسيف بريست فيدنج لمده 4 شهور وبعدين نبدا الويننج من 4 شهور. اخر سنتين بالظبط من سنه 2005 لحد دلوقتي قال لك لا لا لا، احنا هندي اكسكلوسيف بريست ميلك، هندي اكسكلوسيف بريست ميلك في اول 6 شهور. متخيلين؟ الولد ما يرضعش مخلوق اي حاجه اول 6 شهور، لبن امه بس. ماشي ولا مش ماشي؟ اكسكلوسيف بريست ميلك فور ذا فيرست 6 مانثز اوف ايدج، مظبوط كده؟ عند 6 شهور يا جماعه هنا اهو هنبدا البراكتس اوف ويننج، هنبدا نقلل بالتدريج لبن الام او اللبن اللي الواد بياخده من بره، ونبدا بالتدريج ندخل اكلات ايه؟ اكلات سوليد اند سيمي سوليد بالتدريج ونزودها تدريجيا. الام هتيجي عند سن سنه لسنتين، هنا نقول لها بقى عايزه تكملي عند سن سنه، نقول لها عايزه تكملي الرضاعه بتاعتك لحد سن سنتين انت حره. عايزه تقطعي صدرك خالص عند سن سنه وتكملي بعد كده اكل من بره انت حره. وهنا يا جماعه الكلام بتاعهم والجايد لاينز بتاعتهم بتنطبق مع الايه؟ مع القران بتاعنا. والوالدات والوالدين حولين كمان لمن اراد ان يتم الرضاعه. يعني بنيجي عند سن سنه نخيرها، عايزه تكملي ولا عايزه تبطلي؟ من سن سنه الطفل ممكن يعتمد على الاكل الخارجي بنسبه 100% وما يبقاش عنده اي ديفيشنسز خالص. عايزه تكملي لحد سنتين انت حره. مفهوم كده؟ يبقى اكسكلوسيف بريست فيدنج عند 6 شهور، نبدا تدريجيا ندخل الاكلات ديت، ونيجي عند سن سنه نخير الام، هل يا ترى انت عايزه تكملي ولا لا؟ وغالبا بتبقى رغبه مشتركه، ما تبقاش رغبه الام بس، تبقى رغبتها هي، الامهات كلهم عايزين يبطلوا رضاعه عشان تتفرغ لنفسها. لكن بالذات ان الرضاعه ده بقى بتيجي فتره هي بتزهق وبتقرف، واخدين بالكم؟ لكن هنا لازم يبقى في ميوتشوال ديزاير ما الطفل وما بين الام. افترض ان انت عايزه تقطعي الرضاعه لكن الولد مش عايز. في اطفال بيبقوا بيقرفهم كمان من البريست فيدنج، وفين وفين على ما يفتكر ان هو يرضع اصلا. فطالما الرغبه مشتركه ما بين الاثنين ان احنا نوقف، ممكن عند سن 12 شهر نوقف. ماشي كده؟ السؤال يا جماعه، ليه عند سن 6 شهور بدانا نفكر ان احنا نعمل الويننج ده؟ بقول لك عند سن 6 شهور بيبقى الدايجستيف انزيمز اللي موجوده في الجي اي تي بالذات بتاعه الكربوهيدرات بقت فولي ماتيور. الانزيمز عندك بقى مستعده انها تستقبل اي اكل جاي من بره. ماشي؟ النقطه الثانيه ان عند 6 شهور يا جماعه وما بعدها بيكون الولد الستور اللي عنده من الفيتامينز والمينرالز الاساسيه والجوهريه للنمو بتاعه بدات تبقى ديبليتد، بدات تقل، واللبن اللي جاي مش قادر يعوضه عن الحاجات دي بالذات الايرن والزنك والكبر
واشياء اخرى كتير اللبن مش هيبقى كفايه فيها، فمضطر انك تديها من بره. الحاجه الثالثه والمهمه جدا ان الطفل لما بيكبر يا جماعه وزنه بيزيد، وكل ما وزنه زاد كل ما التوتال ريكويرمنت اوف كالوريز بقت زياده، وبالتالي كميه اللبن اللي الواد محتاجها في اليوم عشان تديله الكالوريز ديت تبقى كميه لبن مهوله. واخدين بالكم؟ الطفل ما يقدرش يتولريت كميات لبن كبيره. يبقى الولد محتاج ان هو ياخد اكل من بره خارج غير اللبن يعوضه عن الكالوريز اللي اللبن مش هيقدر يديها له. يبقى الكلام ده كله بيتم عند 6 شهور. يبقى عند 6 شهور يا دكتوره ثلاث حاجات: الولد بقى مستعد، دايجستيف انزيمز بقت ريدي، حصل ديبليشن للمينرالز اللي موجوده عنده وبعض الفيتامينز، الولد الكالوريك ريكويرمنت بتاعته زياده، واللبن الكالوريك الكالوريز اللي فيه محدوده، ده كل 100 مللي فيهم 67 كالوري، مش هينفع. ماشي كده؟ هقول لكم انا بقى حاجه بره الموضوع اللي قدامكم ده خالص. كل ما تبدا الويننج للطفل بدري ايه اللي ممكن يحصل؟ كوارث. لو بدات للطفل ويننج بدري في مشكله اكتشفوها ريسنتلي بقى. لو بدات له ويننج مثلا على سن شهرين 3 شهور ايه اللي بيحصل؟ الطفل يا جماعه الجي اي تي بتاعته في الايرلي ايدجز لها القدره على امتصاص الماكرو مولكيولز. تمتص المولكيولز الكبيره من غير ما تعمل لها دايجيشن. لو انت جبت اديت الولد ده ويننج فود بدري الجي اي تي تمتص بعض المولكيولز من غير ما تكسرها. لما تدخل الميكروز الكبيره دي جوه الجسم تعمل الرجيك بريدسبوزيشن، تهيج الاميون سيستم، فالطفل ده يبقى عنده امراض حساسيه. قاعده يا جماعه انك الطفل اللي بيرضع اللي بيتعمل له ايرلي ويننج في حدود شهرين او 3 شهور معظمهم بيجي لهم حساسيه، يا ازمه يا الرجيك راينيتس يا اتوبيك اكزيما يا الرجيك كونجنكتيفايتس، والكلام ده كله اكتشف ريسنت ساينس هو اللي اكتشفه. عشان كده يقول لك لا ما تديش الطفل اي حاجه في اول 6 شهور خالص غير بريست ميلك. النقطة رقم 4، الكلام ده يا جماعة اللي احنا قلناه رقم 1 و2 و3، رقم 4 الأكل اللي أنت بتديه لازم يبقى سيف. ما تجيبليش أكل من العربية، أكل مش مغسول وتديه للطفل، لازم الأكل يبقى بريبيرد فريش، طازج. والولد هياخد الكمية بتاعته وما يتبقى من الكمية دي يترمي، ما يتحطش في التلاجة وتأكله له بالليل أو تأكله له تاني يوم. النقطة التانية، الأواني المستخدمة، الكوبايات، المعالق، الصحون، كذا كذا كذا، لازم يبقى كلين ومغسول كويس جدا. الطفل مناعته مش قد كده. ابعد عن البوتل فيدنجز. يعني ايه؟ عايز تعمل اي مشروب مثلا هياخده الطفل، درينك هياخده، ما تحطلوش في الببرونه عشان ما يتعودش عليها. هو انت بتخلصه من البريست تدي له حاجه زي البريست؟ تحط له في كوبايه ومعلقه. ماشي؟ لان حتى الببرونات كتير جدا بتنقل انفكشن، وحتى ما بتعرفش تعقمها كويس. ما بين مداخل الببرونه وما بين بعضها من جوه بيبقى في بكتيريال بروليفريشن وكونتامينيشن، لكن الكوبايه لو حضرتك حطيت الحاجه نظيفه واديتها هترمي الباقي، ما فيش اي ريسك اوف كونتامينيشن تقريبا. سيف فود، الكميه اللي الطفل بياخدها. بنبدا في الاول ان احنا نديله الويننج فود مره في اليوم. هنبدا كده في البدايه مره في اليوم. عايز تجرب كذا اكل؟ لا. الاكل اللي انت بدات بيه الويننج كمله لمده اسبوع. عايز تدي اكل جديد على الاقل بعد اسبوع. يعني ما ينفعش النهارده اديله عصير طماطم، بكره اديله زبادي، بعده اديله عسل، لا انت كده هتبهدله. الاسبوع ده اسبوع الزبادي. يبقى نعوده على زبادي 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 كل يوم كل يوم كل يوم لمده اسبوع. اتعود عليه، بعد كده الاسبوع اللي جاي دخله مع الزبادي حاجه ثانيه، بسكوت وزبادي بسكوت وزبادي بسكوت وزبادي. فاهميني يا جماعه؟ بنظام اتطور كده، بنزلات تدريجيه. يبقى بنجرب الاكل ات وانسلي، بنبدا بيه مره واحده في الاول، ات ويكلي انترفلز قبل ما تزود اي اكل تاني. لازم يكون فاصل ما بين ايه؟ النوع الجديد والنوع الجديد، لازم يكون في فاصل على الاقل اسبوع. الحاجه الثالثه ستيب وايز ويننج. في قاعده يا جماعه في اي محاوله لتاكيل اي طفل، هي قاعده ظريفه جدا، يقول لك ايه؟ ستارت لو اند جو سلو. ستارت لو اند جو سلو. ابدا بكميات قليله في الاول وزود تدريجيا. واذا ما تزود تدريجيا زود تدريجيا بالراحه برضه. ما تنزعجش وما ايه ما تنفعلش على الطفل. رقم 6 فود كونسيستنسي. هل ينفع في الاول ان انا ادي الولد ده خياره ياكلها وانا عنده 6 شهور؟ ما ينفعش. لكن ابدا بالاول بالايه؟ ماشي، الحاجات المهروسه، فيوريد، الحاجات المطحونه، رز مطحون مثلا ومعمول له مثلا بصوره شوربه مثلا على الرز، او مثلا حاجه زي ريري وزي السريلاك تبقى حبوب وبقول مطحونه. ماشي؟ الحاجات المهروسه وسيمي سوليد فودز عموما، يعني لو عملت شوربه خضار مثلا، شوربه خضار دي مليانه كلاكيع، حته بطاطس وحته بسله وحته كذا، ما هو مش عارف يبلع، اهرسها له خليها له ماشد بحيث انها كلها تبقى ايه؟ او اضربها له في الخلاط تبقى سيمي سوليد. بعد شويه تدريجيا زود الكونسيستنس بتاعت الاكل بتاعك،
لحد الطفل بعد سن 12 شهر ممكن ياكل الفاميلي فود، وهو ده الوقت اللي انا بقول لك الولد ممكن ايه يستغنى عن لبن الام. الفاميلي فود ممكن ياكله عن سن 12 شهر، ياكل معاك، يقعد ياكل معاك رز، لقمه عيش صغيره، لان هيكون طلع له اسنان سنتين فوق وسنتين تحت، يقدر ياكل العيش، يقدر يمضغ اي حاجه انت تقدر تديها له. فيدنج مانر مش بقى ايه يعني بقر بط بتضغطه افتح على بقك وتمسك وتحط له الاكل في السرنجه، فشوفنا الناس يحطوا الاكل في سرنجه كبيره، سرنجه 20 سم، ويروح ماسك بق الواد ويعمل كده. لا طبعا الكلام ده كله كلام ان هيومن. الفيد فري دونت فورس، دوش بالعافيه، دلعه هشتكه بالراحه. الولد ممكن ياخد الاكل ويعمل له سبيتنج، يرجعه حاول مره واثنين وثلاثه وعشره ومليون مره، لان السبيتنج بريدكتابل، متوقع ان الطفل لما تيجي تديله حاجه تفسها لك، كل ما تديله حاجه يتفسها لك. مش معنى كده بقى، انا حاولت معاه بصراحه بالجزر المهروس لقيته الواد بيتف، ما بيحبوش، مش حاجه اسمها كده. حاول معاه بكره بعده بعده بعده، كل مره حاول معاه، لا هيجي في مره من المرات هياكله. ماشي. لو انت فشلت يقول لك ايه تراي ديفرنت كومباينيشن، يعني بلاش الجزر يبقى كده، ممكن تحط الجزر مثلا عليه معلقه عسل، عليه حته زبادي، وتخلطهم في بعض، تعمل يخن عجب كده، ديفرنت كومباينيشن، تركيبات مختلفه، بريزنتيشنز مختلفه. بلاش يا اخي تحطوا له في طبق صاج وكده، هات له كوبايه من اللي عليها ميكي ماوس وكوبايه مش عارف من اللي عليها ايه، حاجات اتراكتيف بريزنتيشنز، ممكن الحاجات دي تجذب انتباه الطفل والولد يبدا قاعد قدام التلفزيون مثلا او قدام اي حاجه بتلعب قدامه، واكله وهو مش واخد باله، هو ديستراكتد. الفريكوانسي ما تكترش في الويننج فودز بير داي، ابدا مر احنا قلنا في الاول بنبدا مره، بعد كده ممكن توصل لمرتين ثلاثه في اول من 6 شهور ل 8 شهور، بعد كده حضرتك ممكن تزود تدريجيا، وكل ما بتزود تدريجيا كل ما بتسحب الايه اللبن اللي هو بتقلل اللبن اللي هو بياخده. اثناء ما الولد بيتعب، في كتب كاتبه تقول لك ان في الديورنج النس وقف خالص وابدا ارجع تاني اللبن الام. الكلام ده الحقيقه مش مكتوب ومش ريكومندد من لا من الدبليو اتش او ولا من الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس. بقول لك لا، حاول تزود الفلويد انتيك في الاكل اللي هو بياخده، ممكن تديله شويه عصاير. الاكل اللي كان بياخده لو كان بياخد نواشف فرجعه تاني ياخد الحاجات السيمي سوليد، شوربه خضار، الحاجات دي. وممكن ندي معاه بالاضافه الى الفريكوينت بريست فيدنج، لان هنعرف بعد شويه ان كل ما الطفل يدخل في اسهال احسن فيدنج ديورنج دايريا هو لبن الام، لان زي ما احنا عارفين مليان اميونو بروتكتيف فانكشن وايه لو انت انفكتيف بروبرتيز كتير. لو انا عارف ان الطفل بتاع ابني ده بيحب ثلاث اكلات معينين اثناء التعب بتاعه، اديله الفيفوريت سوفت ابيتايزنج فود، الحاجات بقى اللي هو بيحبها. هو بيحب مثلا البطاطس الشيبسي من عند الناس الحراميه اللي تحت دول اللي بيبيعوا ال 10 صوابع ب 2 جنيه ونص، بيحب مش عارف كذا، بيحب كذا، بيحب كذا، الاكلات دي انا عارف ان هو بيموت فيها قوي، فلما يبقى عيان ادلعه بيها بقى. مش لازم ان انا اجرب له اكل جديد اثناء ما هو عيان، يبقى الواد مثلا سخن او عنده جاسترونتريتس وتعبان وتحاول انت تجرب، احنا لسه ما جربناش الزبادي، خد يلا. ده بني ادم قدامك متحرك، تعب اديله الفليورز الكثيره مع البريست ميلك، واختاروا الاكل الفيفوريت بتاعه، الاكل اللي هو بيحبه. ماشي. وبعد ما الولد يخف ويفك زود له بقى الاكل الايه اللي مليان كالوريز، لان الولد اثناء الالنس ده اكيد بدا يخس وبدا يتعب. دي يا جماعه الجايد لاينز اللي هي الريسنت جايد لاينز فور ويننج، احفظوها بقى باي شكل كان. انا هقسم لكم شويه حاجات ثانيه خاصه بالويننج، بس هنا اسهل في الحفظ. ايه قواعد الويننج؟ قواعد الويننج ثلاث قاعدات. القاعده الاولانيه الولد ده لازم على الله كده يوميا ياخد حاجه فيها بروتين، يا اما حمام، يا اما فراخ، يا اما لحمه، يا اما اج، بيض، يا اما حتى بروتينات نباتيه. يبقى لازم يكون از اوفن از بوسيبل لازم نظبطه من ايه؟ من حته البروتينات. ما ينفعش طفل تقعد تقعدوا له خمس ست شهور بياكل ايه يا سيد؟ رز ومكرونه. ما ينفعش خالص، الولد ده هيجي له من امراض سوء التغذيه كوشركور محترم. لازم يكون الاكل بتاعه از اوفن از بوسيبل فيه بروتين. رقم اثنين، لازم الاكل بتاعك يبقى فيه مينرالز والاكل بتاعك فيه فيتامينز. فيتامين دي، فيتامين اي، فيتامين سي. فيتامين سي مثلا في العصاير، فيتامين دي مثلا هنشوف في الايج يوك. المينرالز زي الايرن وزي الزنك، الحاجات دي كلها يا جماعه بالتعود، ولما الام تقعد مع الدكتور يقول لها ركزي على شوربه الخضار عشان شوربه الخضار فيها ايرن وفيها كذا وفيها زنك. ركزي مثلا في الاكل بتاعه على الصفار البيض ده فيه فيتامين دي. معايا يا جماعه؟ العصاير دي بتبقى مليانه زنك ومليانه مينرالز كتير. العصاير اللي هي الفريش، العصاير الفريش كلها طبعا بدون سكر.
هاو تو ستارت، كل الكتب كانت كاتبه تقول لك ايه، عند سن 3 شهور ندي كذا، واربع شهور ندي كذا، كانها ريجيد، بيقول لك مفيش قواعد للويننج اصلا. ابدا زي اعمل زي ما انت عايز تعمل، على حسب ما الطفل ده متقبل انهي اكل انت بتديه له. لكن يعني بيديك برود لاينز كده، يقول لك احنا بنبدا الاول بالخضروات والرز المهروس والرز المطحون. الخضروات سوري السيريالز، السيريالز اللي هي الحبوب والرز المطحون. السيريالز يا جماعه اللي انتوا سيريلاك، في مليون سيريلاك، في مليون جلاكتينا، في مليون جربر، في مليون ريري. ما انتش هي مش قادر تعمل الكلام ده، تطحن حاجات عندها. البسكوت، البسكوت ده ما هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن قمح مطحون بس بيبقى مضاف له حاجات تانية. الرز ممكن في ناس بيطحنوه بيعملوه، يطحنوه ويسووه او يجيبوا حتى رز حتى ايفن عادي ويروحوا حاطين عليه شويه شوربه ويهرسوه خالص كده يبقى عباره عن ايه، او يضربوه في الخلاط. نفس الفكره. يبقى بنبدا الاول يا جماعه بايه؟ بحبوب مطحونه. المرحلة الثانية نبدأ ندخل على مرحلة الفواكه ومرحلة الخضروات. وهنا بقى الخضروات ممكن انت حضرتك تعمل لها ايه؟ ميكتشرز مختلفة، الجزر على البسلة على مش على البطاطس على كذا على كذا، وتعمل لهم مثلا في صورة شوربة خضار. بالإضافة للحاجات اللي هو خدها قبل كده. المرحلة الثالثة نبدأ نديله ستريند ميتس، مكتوب عندكم ستريند، هي ستريند ميتس أو فيش. فيش بتجيب بتيجي على السمكة المشوية أو المقلية وتروح واخد الظهر بتاعها وتبدأ ايه؟ تشيل طبعا منها السل وتبدا تفرقها في ايديك كده وتروح مديها له. اللحمه نفس الكلام، لازم تهريها كويس جدا، لان اللحمه دي على فكره لازم تتاخد على واحنا مقربين على سنه، عشان الوقت ما تعفنش في بطن الطفل، عشان على الاقل يبقى فيه سنتين ثلاثه يعرف ايه يعضعضهم بيها. فلازم تبقى حاجه مستويه اوفر، مستويه قوي. اخر حاجه بندخلها هي الايج يوك. الايج يوك بتدخل على تقريبا على نهايه السنه الاولانيه، وده على فكره عكس كلام كتير جدا. كنا بنبدا الويننج يا جماعه بايه؟ بصفار البيض. لا دلوقتي قال لك رجع صفار البيض ورا شويه، رجعناه ورا شويه. هاو تو ستارت دي مكتوبه في نيلسون 2008 بنفس الترتيب 1 2 3 4، وهي نفس الجمله اللي انا خدتها عملتها بنفس اسلوبه. سيريالز بيوريد رايس جيفن فيرست، فيجيتابل سوبس اند فروتس نيكست، فولود باي ستريند ميتس اند فيش، فاينال ايج يوك. مكتوبه كده بالنص في نفسه، ما مضروبه في الخلاط او مفرومه او مطحونه عادي يعني، مضروبه في الخلاط. تريننج ده حاجه انك تضربها في الخلاط. الهول كاو ميلك المفروض ما يتاخدش في السنه الاولانيه خالص. في امهات كتير برضو كانت تقول لك ايه، انا لا هبدا ادخله بقى ايه، هخصمه مني شويه. طب ياخد لك بقى كوبايه لبن، وانا دكتور مغلبني مغلبني ما بياخدش كوبايه، ما بيشربش اللبن وبيتعبني. ده كويس جدا ان هو ما بياخدش اللبن في السنه الاولانيه. الانيمال ميلك شوت بي بوست بوند بعد السنه الاولانيه. لكن منتجات الالبان ممكن تتاخد من سن 6 شهور لسن سنه. يعني الزبادي ممكن يتاخد، وممكن التشيز الجبنه ممكن هي كمان تتاخد من 6 شهور لسنه. ليميت بقى، قلل قلل مش امنع. الحلو الديزرت، البودنج، المهلبيه، الجيلي، قلل الكلام ده. عصير الفواكه مش ما تملاليش بقى بطن الطفل وتنفخولي بمثلا 4 لتر عصير برتقال وعصير موز، ما تزودش عن 250 مللي في اليوم، يعني تقريبا علبه كنز صغيره. لانك لما هتزود ممكن تدخل الطفل في انفكتيف ابزوربشن، والولد ممكن يبقى عنده مال ابزوربشن. عصير الفواكه مش في مينرالز اه، بس زيادته ما بتديش كالوريز وما بتديش بروتين انتيك. ما تزودش كميه العصير والاكل اللي فيه خضار كتير. هو محتاجين خضار، لكن الخضار الاوفر اوفر اوفر، عمال اكل خس وجرجير ومش عارف وكذا وسبانخ، والحاجات دي مليانه فايتات، والفايتات بيهندر الابزوربشن بتاع الكالسيوم. مليانه فايتات والفايتات بيقلل الابزوربشن بتاع الكالسيوم. ماده اسمها فايتك اسيد، فايتات بتبقى موجوده في الخضار. فايتك اسيد ده او الفايتات ده بي 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 بيشبط في الكالسيوم، ما بيخليهوش. ما تسمعوش عن زمايلكم بتوع صيدله بياخدوا ماده اسمها فايتو كيميس. فايتو دي حاجات خاصه بالنباتات يعني. افويد، الافويد دي ما فيش فيها حل. يجي الدكتور نجيب يقول لك ايه، قول لي بقى العشر حاجات او الثمان حلول المفروض الطفل ما ياخدهمش اثناء الويننج. ده السؤال الشهير بتاعه. كاند فود ينفع تفطم الطفل على سلمون؟ ينفع تفطمه على بيفي؟ كونترا انديكيت سولت اند سبايسز. النهارده بقى هنفطمه، هنفطم الطفل على ايه؟ جايب له بقى انا شيبس بالشطه هيطعمه زي الفل، الواد هياخده مننا هيخلص الكيس كله. هول كاو ميلك بلو 1 يير، ده كلام جديد جدا انك انت لبن الحيوانات ده ما يتاخدش قبل سن سنه. بعد سكيمد ميلك، اللبن خالي الدسم اللي هو النيدو والكلام ده اللي احنا لا ده النيدو ده فول كريم ميلك. الهاف كريم ميلك والسكيمد ميلك ده بعد سن سنتين.
يعني ما حدش بقى يعمل نفسه ذكي وناصح يقول لك انا اجيب اللبن اسيبه يبرد بعد ما يدهلي اروح شايل وشه وارضعه له بقى اديله الطفل. انت بتدي للطفل تركيبه زي الزفت. ليه؟ لان الوش اللي انت شلته مليان بروتين والمينرال والفيتامينز اللي كانت كويسه في اللبن انت شلتها مع القشطه، شلت كل حاجه. فالسكيم ده ملك، عايز ترضعه تديله الطفل اديله وقت ما يبقاش هو معتمد عليه بنسبه 100% بعد سن سنتين. يعني احنا بنشرب لبن زينا كده، احنا بناخده ايه؟ مش وجبه كامله ولا نيله، يعني اهو بيديك شويه عناصر. اكسس شوجر فلويد، شوجر فلويد مش بقى عمال على بطال عصير برتقان بالسكر، عصير مش عارف ايه بكذا عصير. طبعا الشوجر فلويد الاكسس ممكن تعمل واد اوزموتيك دايريا اصلا. اخر حاجه الرجينيك فود، في بعض الشوكينج فود والرجينيك فود. شوكينج فود عيب قوي ان امه مثلا قاعده عماله تقزقز لب، تروح مديها الولد ايه حبيتين لب، ده هيجي لك باسبيريشن. بالذات بنيجي موسم الاسبيريشن ده في الاعياد، العيد بتاع الترمس والعيد بتاع الحمص، الترمس الحمص السوداني اللب، الحاجات دي كلها بتترشق، الواد ما بيعرفش يبلعها كويس، يشرق فيها تروح داخله على اللنج بتاعته تعمل له مشاكل على اللنج، على اللنج ران فورين بودي انهاليشن. الرجينيك فود زي الايج وايت، الايج وايت ده بيتاخد متاخر جدا 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 بعد سن سنه او سنتين. البياض البيض، بياض البيض ده الرجينيك. طب ينصح يا دكتور لما تيجي تدي الواد بيض تدي بيض مسلوق ولا بيض معمول في مسلوق؟ لانك الاومليت ده انت مدخل فيه بياض البيض، والبياض البيض ده هايلي الرجينيك، الجيلاتين اللي فيه الرجينيك بطريقه فظيعه. دي يا جماعه الايه، ايه الرولز، هاو تو ستارت، ايه اللي نقلله وايه اللي نتفاداه. ماشي، اخر حاجه بروبلمز اوف وين ويز ويننج، بروبلمز ويز ويننج ممكن مع وانت والام بتفطم الطفل ممكن يحصل مشاكل الرجينيك. جت تديله بياض بيض صفار بيض مثلا حصل له منه حساسيه، جت تديله جبنه الواد حصل له حساسيه من البروتين كونتنت اللي موجود في الجبنه، ميبي ممكن. البروتين كالوريك مال نيوتريشن، ام عملت ويننج غلط، عملته ازاي؟ مره واحده عن ست شهور راحت قطع لبنها وبدات تدي الواد ايه من بره شوجر فلويدز وحاجات ما فيش فيها بروتين، يحصل للولاد بروتين كالوريك مال نيوتريشن، لخبطه ما بين البروتين اللي داخل والكالوري اللي داخل، ما عادوش بالانسد، فدخل في امراض سوء التغذيه اللي هناخدها ان شاء الله المره اللي جايه. رقم ثلاثه كوليكس، بتضغط الواد يا دكتور، ماسكه الاكل عماله اجريسيف فيدنج بالعافيه بالاشي بالبيبرونه واشي بالبتاعه واشي بالمنفاخ في بطنه. كوليك اجريسيف فيدنج او اكسس شوجر فلويدز، بياخد حاجات مليانه سكر، وطبعا السكر اللي الواد بياخده ما هوش لاكتوز، ده سكر سكروز لا يجري التعامل معاه. دايريال ديس اوردرز، الاكل اللي هي بتحضره هي مثلا كانت مزنوقه مثلا، يعني مزنوقه مثلا بتغسل وكده مش فاضيه، فايديها مش فاضيه، روح يا اعمل مش عارف ايه لاخوك، انا الواد طبعا ايديه مش نظيفه وجاي بيلعب في الشارع، حطيت له شويه تراب وبتاع في الاكل، فالواد جاله دايريال ديس اوردرز. فيري كومن، اول ما الواد يبدا الويننج يبدا بقى على طول ايه؟ الرزق يشتغل والاسهال يشتغل. دنتال كيري، ما الواد ما بيرضاش ياكل الا اللبان والحاجات اللي فيها شوجر كتير، وعمال طول ما هو قاعد عمال ياكل حاجات فيها ايه؟ فيها سكر كتير، وطلع سنان بدأ يحصل له ايه؟ كيرس في سنان. المفروض ان الطفل من عمر سنه حتى من اول ما يبدأ يطلع سنان، ازاي نغسل له سنانه بالفرشه؟ يغسلها الاول سنانه بالفرشه من غير ما يكون حاطط عليها معجون، وانت اللي ايه؟ بالراحه كده تقعد تنزل الحاجات اللي ما بين السنان وبين بعضها بالفرشه بتاعتك، واللي هيحصل له كيرس بعد كده. ديليد ويننج بريديسبوز تو ثلاث حاجات، لو الام اتاخرت في الويننج، لو اتاخرت في الفطام كالوريز هتقل، الواد يدخل في مرض نقص الكالوري الرهيب اسمه مرض مصر. فيتامين دي قليل يدخل في ريكت، ايرن قليل يدخل في ايرن ديفيشنسي انيميا، كالوريز قليله دخل في مرض مصر. فيتامين دي قليل ريكت، ايرن قليل دخل في ايرن ديفيشنسي انيميا. بعض الديزيز مي مانيفست، لو الام ادت الطفل فول وكان ده ميل مثلا فول او مكونات الفول، فالولاد كان عنده انيميا فول، كان عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي، اول ما الولد كان عنده الانزيم ديفيشنسي من يوم ما اتولد، لكن اول ما الام بدات تعمل له تشالنج بالاكل اللي فيه فول بدا الولد يجي له ايه؟ انيميا. فبعض الامراض تظهر مع الويننج، منها المرض ده اللي اسمه الفافيزم، ومنها حاجه اسمها سيلياك ديزيز هناخده ان شاء الله ليتر اون. سيلياك ديزيز اول ما بدات الام تاكل الطفل منتجات القمح بدا يجي له الديستنشن والمال ابزوربشن سندروم، القصه بتاعت سيلياك ديزيز. ناخد الانترودكشن اللي جايه دي، ده هي حاجه بسيطه جدا.